طبعا لابد ان نبدا من حيث كانت السيده في القطار، او ممكن نسميها سيده القطار. تابعت حضراتكم التواصل الاجتماعي، كله احتفل امبارح بهذه السيده الجميله المعلمه، يعني حسب ما انا سمعت يعني قريت انها مدرسه، وقالت للجندي كلام لطيف، قالت له انا عندي ولاد زيك. لكن لما تبص للواقع كده خدها بالراحة واحدة واحدة عشان تعرف ان احنا عندنا مشكلة. هذه المعلمة السيدة دي، انا رأيي ان كل الستات كده، انا رأيي ان كل الستات اذا توفر لديهم عناصر الجدعنة ما بيتأخروش. يعني ممكن تكون الست اللي قاعدة جنبها كان نفسها تعمل كده بس هي معاهاش، او اللي معاها هتجيب بيه حاجه وهي مروحه او حاجات زي كده، او اللي معاها جوزها عارفه فتصرفت في جزء منه حياتها تبقى ليلتها مش تمام. يعني انما انا رايي ان كل الستات كده، ودي النماذج اللي بنقدمها في الخلق، ستات ورجال يعني كلهم مستعدين. لكن على الجانب الاخر اذا كنا بنتكلم بقى على ما يسمي بالتحرش والتنمر، احنا كل واحد فينا بيبقى ليه سلطة على الآخر بيفعصه، أي سلطة. وده الكلام ده قلناه من زمان قوي، إنك بس تدي الواحد. عشان كده إيه، الله يرحمه نجيب مستكاوي كان يقول لك إيه، لما يبقى في لعيب ما جاتلوش كور كويسة، أو جون مثلا ما جاتش فيه شوط كويسة، يقول لك لم يختبر. لم يختبر يعني ما جاتلوش كور جامدة، فبالتالي ما نعرفش كان مستواه إيه في الماتش. الناس عندنا كل ما تختبر يطلع هذا الشكل العجيب، انه بس انت اديني سلطة على اللي جنبي. على فكرة ممكن الاتنين يكونوا بيشتغلوا نفس الشغلانة، بس انت عليت واحد سنة يروح دايس عليه على طول مفعصه، مش حتى بيديله كتف. كان زمان نقول في كتف قانوني بتاع الكورة ده، كده كتف قانوني يعني ما يتحسبش عليه، بيفعصوا بعض. ده كان جزء من سلوك المحصل بتاع القطار. السلوك ده موجود في كل حتة. أنا بقى ماليش دعوة بالمحصل وماليش دعوة بالبتاع، والسلوك الست ده موجود في كل حتة. والتفاصيل الحكاية محتاجة إنك تبص لها كويس، لأن فيها تفاصيل كتير. ممكن يبقى ده عنده برضه غلط، وده عنده غلط، وده عنده غلط، وده عنده غلط، وده عنده غلط، لكن هي بتبين لك الحكاية صغننة كده. تبين لك حال المجتمع. هم الناس لما بتيجي تعمل دراسات على مجتمعات بتعمل ايه؟ مجتمع زي عندنا مثلا 100 مليون ياخدوا مثلا 3000 واحد 2000 واحد في حاجه معينه ويعملوا عنهم دراسه، يطلعوا نتائج تنطبق على المجتمع كله. فالتصرف بتاع الراجل ده هو معاه سلطه. فنبتدي نشوف بقى، هل احنا بنقدر نتناقش مع كل واحد عنده سلطة، ولا لابد نسمع كلامه؟ وهكذا الأحوال، وهكذا. فده اللي بيخلي أصغر صاحب سلطة يدوس على تحته. زمان كنا نعرف إن النقاش يكون عنده واد اسمه بلية يدوس عليه جامد بيعلمه، إنما مش بيدوس عليه افترى. ليه بقى احنا في عندنا افتراء؟ عشان عندنا تفاصيل كتير في الحياة خلت الناس لما تفتري ممكن بعضها يكبر، ممكن بعضها يكون ليه مكانة. زي بالظبط نرجع كأننا رجعنا لعصر الفتوات في روايات نجيب محفوظ اللي هي كانت موجودة في الشارع المصري، اللي هو القوي في الحتة هو اللي يتحقق له كل حاجة. هنا بقى نبص المجتمع، بص له كويس، بص المجتمع كويس. يعني هو بينتصر لمين؟ ده اللي احنا اتكلمنا عنه، الانتصار. لماذا ينتصر المجتمع من قيم؟ بينتصر لمين؟ ودي عندك مثالها بسيط جدا. لما تروح تقضي مصلحه بتلاقي الافندي اللي هو المشهور زي حالاتي كده ممكن يتخدم خدمه كويسه، ليه؟ تقوم انت تتضايق، تقوم تتغاظ، تقوم تجيب اللي تحتك وتفعصه، واللي تحتك يجيب اللي تحته وفعصه، وتبص تلاقي المجتمع عمال يفعص في بعضه، وبقينا قفص قوطه مضروبه كلها. انما لما الامور تستقيم
ويبقى في روايح العدالة الاجتماعية، الحاجات دي هتقاوم كل المشكلة. محدش قام يعني، انا لو كنت قاعد في القطر ده شفت المحصل ده متهيألي كان تصرف هيبقى فيه عنف، لان هو الجندي ما دفعش التذكرة، يقول اتفضل معايا، انما شتيمة شتيمة قناص يعني يضربه ولا ايه مش فاهم. فده غيظ غل جوه البني ادمين، لان هو رئيسه بيعمل فيه ايه؟ طب ورئيس رئيسه؟ طب لما بيروح مثلا رئيس الحته دي كلها يشوف بيهزقهم جامد. فهي كده الحكايه، هي كده الحاجات كلها بتيجي تصاعديه وبتيجي كلها خارجه من بعضها، مفيش حاجه خارجه لوحدها. يعني مفيش حاجه تصرف القمصان ده هتلاقي معظمهم بيعملوا كده من الغيظ ومنه 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 ومنه. يعني ده مبرر؟ لا لا، دي حاجه لازم تتعالج، دي حاجه لازم تتعالج. التعامل ما بين الناس لابد نبص له كويس ونشوف الناس بتتعامل مع بعضها ازاي، عشان دوت مش بيفسد المجتمع، ده بيخلي المجتمع فيه توحش ووحشه. يعني ايه وحشه؟ كل واحد يعني ضعيف في مركزه وفي مكانته يحس انه بائس، انه ملوش، ما يقدرش يعمل حاجه. فدي يعني أسوأ حاجة ممكن يحس بيها إنسان في الحياة، إنه لا حول له ولا قوة، غلبان كده ما يقدرش يعمل حاجة. عندنا ناس كتير بالشكل ده، وده محتاج إن احنا نبص له. يعني أرجو إن يبقى في نظرة حقيقية، إنما اللي بيحصل دايما هو كده هنحتفل بالست وخلاص، مش هيحصل إن احنا نبص للمجتمع بصة حقيقية. على كل حال احنا بنشكر الست دي وبنقول لها ان انت اثبتتي ان المرأة المصرية ما زالت قادرة، رغم الخشونة اللي في الحياة، ما زالت قادرة على ان يكون ليها مواقف جدعانة، واللي قالوا ست بمئة راجل ما غلطوش ابدا.